السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ وتلميذات مستوى الجد المشترك العلمي. تحية إليكم ومن خلالكم إلى جميع من يشرفنا بالمتابعة. لقاؤنا اليوم سيعالج درسا كنا بدأناه في القسم ونستأنف الآن متابعته عن بعد، ولكن لا بأس أن أعود إلى الخطوات الأولى حتى لا يكون الدرس مبتورا. حديثنا يتعلق بقضية إملائية تتعلق بكتابة الهمزة المتوسطة وكتابة الهمزة المتطرفة. ما القواعد التي يجب أن ألتزم بها حتى تكون كتابتي للهمزة كتابة صحيحة إملائيا؟ هذا ما سنعرفه من خلال النظر ومناقشة الأمثلة التي تظهر أمامكم على السبورة. على السبورة كما هو ظاهر لاحظ العنوان: كتابة الهمزة، كتابة التاء، وكذلك لأننا سنتحدث عن التاء وعلامات الترقيم فيما بعد. والأمثلة كما تلاحظ تتكون من مجموعتين، مجموعة أولى ومجموعة ثانية. وأول سؤال يتبادر إلى الذهن هو: لماذا نأتي بمجموعتين؟ لماذا لم نكتفي بمجموعة واحدة من الأمثلة؟ لماذا يعني نأتي بمجموعتين اثنتين؟ السبب واضح، وهذا عالجناه في لقائنا المباشر. ما دام أننا أمام مجموعتين من الأمثلة فهذا يدل على أن الهمزة يعني أن الهمزة نوعان: همزة تأتي في هذا الرسم بهذا الشكل، وهمزة أخرى تأتي بالشكل الذي يوجد في المجموعة الثانية. ما الفرق بينهما؟ إذا أمعنت النظر في المجموعة الأولى ستلاحظ بأن الهمزة، وهي مكتوبة باللون المغاير كما ترى، أن الهمزة هنا دائما جاءت في وسط الكلمة، في حين أنها هنا جاءت في آخر الكلمة. وهذا يجعلنا نقول من البداية بأن الهمزة نوعان: همزة نسميها متوسطة وهي التي تأتي وسط الكلمة، وهمزة متطرفة وهي التي تأتي في آخر الكلمة. سنترك المجموعة الثانية إلى حين ويعني ننظر إلى المجموعة الأولى. أمامك كلمة تؤرخ، متأخرة، يأسن، أعداؤه، الحدائق، يتساءل. تلاحظ بأن الهمزة في المثال الأول أتت على الواو، كتبت على الواو، وفي المثال الثاني على الآليف، على الآليف، على الواو مرة أخرى، على الياء، وهنا على السطر. لماذا لا تكتب الهمزة، أو لماذا لا ترسم على شكل واحد؟ لماذا لا تكتب دائما على الواو مثلا؟ لماذا لا تكتب دائما على... قلت لماذا لا تكتب الهمزة يعني أو ترسم على صورة واحدة؟ السبب في اختلاف كتابة الهمزة يعود إلى هذه الحركات التي تراها أمامك، حركة الهمزة والحركة التي قبلها. تلاحظ هنا الهمزة لها حركة الفتح وقبلها الضمة، هنا فتحة وقبلها فتحة، هنا سكون، السكون ليس حركة ولكن تجاوزا، هنا سكون وهنا حركة إلى آخره. العلاقة بين هذه الحركات الضمة والفتحة والفتحة والكسرة وهذا هي علاقة تنافس وعلاقة صراع، علاقة تنافس وعلاقة صراع. من كان منكم يعني يشاهد ناسيونال جيوغرافيك مثلا، عندما تتحدث لنا عن الحيوانات المفترسة، وهذا مثال لتقريب الصورة، ستلاحظ بأن اللبؤة مثلا والنمر مثلا إذا هما معا صادف غزالا معينا، من سيفوز بهذا الغزال؟ اللبؤة أم النمر؟ الفهد بكل تأكيد الأقوى هو الذي سيفوز. إذا التقى ضبع ولبؤة بغزالة، ما الذي سيفوز بها؟ من طبع الحال لبؤة.
الحركات نفسها كأن هذه الضمة يعني لبؤة، وكأن هذا الألف هذه الفتحة مجرد ثعلب. من الذي سيفوز بالغزالة التي هي الهمزة؟ من الذي سيأخذها؟ من طب الحال اللبؤة هي التي ستنال هذه الجائزة. فالحركات كما سترى في الصورة أمامك، الحركات تتصارع فيما بينها من أجل الفوز. بماذا؟ من أجل الفوز بهذه الهمزة. الأقوى هو الذي سيأخذ هذه الجائزة، هذه الغزالة، وهي الهمزة. كيف؟ سنوضح ذلك بالإشارة، أو سنوضح ذلك برسم جدول يبين لنا الحركات الإعرابية وكيف هي مرتبة من الأقوى إلى الأضعف. تلاحظ الآن أننا أمام حركات قصيرة وحركات طويلة. هذه الياء نسميها حركة طويلة تجاوزا. لماذا؟ لأنها هي امتداد للكسرة. عندما تقول مثلا ب، تضع الكسرة، ستقول ب هكذا. ولكن إذا أضفت الياء حتى وإن أزلت الكسرة فإنك ستقول ب، يعني فيها نوع من الإطالة في النفس، وهو لذلك نسميها حركة طويلة. نفس الشكل بالنسبة الواو، هذه بو، ولكن إذا وضعت الواو أصبحت بو طويلة. على هذا الأساس، ونفس الشكل بالنسبة للفتحة والألف، على هذا الأساس فإن الياء هي أخت الكسرة، أختها الكبرى. كأن هذه حركة صغيرة وهذه هي الأخت الكبرى للكسرة. نفس الشكل، هذه الضمة هي حركة قصيرة وأخوها الكبير هو الواو، والفتحة كذلك هي حركة قصيرة ولها أخوها الذي ينتصر لها ويحميها وهو الألف. با با، حركة طويلة. هذه الحركات كما قلت لك تتصارع فيما بينها، والمنتصر يأخذ الحركة. المنتصر يأخذ الحركة، كما لو أنك أمام شبل صغير هو الكسرة وله أخته اللي هي اللبؤة. إذا وجد همزة غزالة نادى عن أخته لكي تحتفظ له بهذه الغنيمة، وذلك ما ستلاحظه على الأمثلة المرسومة أمامك. ما هي أقوى من الفتحة؟ وحيث أنها أقوى منها فإنها ستنادي عن الحرف الذي يناسبها أخوها الأكبر وهو الواو، وتعطيه هذه الغزالة الهمزة وتقول له دع عن يعني حافظي على هذه الأمانة إلى حين. انظر إلى متأخرة، لو أنني لا أعرف يعني أحتار أين سأضع هذه الهمزة، تركت مكانها فارغا، ماذا سأفعل؟ أنظر إلى حركة الهمزة اللي هي فتحة، والحركة التي قبلها ما هي؟ الفتحة. إذن عندي الفتحة مع الفتحة هي نفسها. ما الأخ الفتحة من هو؟ هو الألف. إذن سأضع الألف هنا، يعني أن الفتحة نادت على أخيها لكي تترك عنده هذه الأمانة، هذه الغزالة اللي هي الهمزة، متأخرة. يأسن نفس الشكل، يأسن، ماذا سأفعل؟ أنظر إلى الحركة، حركة الهمزة هو سكون، والحركة التي قبلها الفتحة، وأنظر إلى هذا السلم، من الأقوى، الفتحة أم السكون؟ من طب الحال الفتحة، الفتحة غلبت السكون، ولذلك نادت على أخيها اللي هو من؟ اللي هو الألف، يأسن، وقالت له خذ هذه الأمانة دعها عندك إلى حين. نفس الشكل إذا قلت أعداؤه، أعداء، أعداء، وما عرفتش فاش غادي نكتب الهمزة، خليتها فارغة، خليت مكانتها مكان فارغ، أعداؤه، أنظر إلى الهمزة، ما حركتها؟ أعداء، أعداء، حركتها الضمة، وما الحركة التي تسبق الضمة؟ ليست حركة، إنها سكون. طيب، الضمة والسكون أيهما أقوى؟ هذا ضبع وهذا مجرد سكون، فإنه سينادي على أخيه الأكبر وهو ماذا؟ وهو الواو، ويقول له
دع عندك هذه الغزالة أو حافظ على هذه الأمانة. الحدائق نفس الشكل، الحدا وما عرفتش فين غادي نكتب الهمزة ومشيت الحدائق فقط. ما حركة الهمزة؟ حدائق، حدائي، ها؟ يعني عندها الكسرة. الكسرة مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بسكون ميت. أيهما أقوى؟ هل لبؤة أم السكون؟ من طب الحال لبؤة، الكسرة، الكسرة تنادي على أختها وهي اللبؤة الكبرى الياء، وأعطتها الغزالة، قالت لها اتركي عندك هذه الأمانة إلى حين. وهكذا وهكذا بالنسبة لجميع الأمثلة أمامك. لا، يبقى لك مثلا يتساءل، حركة الهمزة ما هي؟ حركتها الفتح، ها هي الفتحة مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بسكون. أيهما أقوى، السكون أم الفتحة؟ انظر، الفتحة أقوى من السكون، إذن الفتحة ستنادي عن أخيها من هو الألف وتقول له خذ هذه الهمزة. هكذا القاعدة تقول، يتساءل، هكذا. ولكن مع ذلك نحن كتبناها على هذا الشكل، رسمناها على هذا الشكل، الهمزة على السطر. لماذا؟ القاعدة تقول هذا الرسم، والإملاء يقول لا، هذا هو الصحيح. لماذا؟ ببساطة لأنك إذا نظرت إلى الكلمة بهذه الألفات المتعددة تلاحظ بأنها مستثقلة، في رسمها ثقيلة، ألف أولى وألف ثانية وألف اللام، ثلاثة ديال الرسوم متشابهة جعلت الكلمة ثقيلة في كتابتها، لذلك حذفنا هذا الألف ووضعنا الهمزة على السطر لكي نعطي للكلمة شيئا من الجمال في رسمها في كتابتها. هذا ما أقوله بالنسبة للهمزة المتوسطة. تذكر القاعدة، الهمزة المتوسطة تكتب بالنظر إلى حركتها والحركة التي قبلها، ثم تكتب الهمزة على الحرف المناسب للحركة الأقوى، إما الواو بالنسبة للضمة، وإما الألف بالنسبة للفتحة، وإما الياء بالنسبة للكسرة. نشوف الآن المجموعة الثانية. إذا كنا في المجموعة الأولى نركز على حركتين، حركة الهمزة والحركة التي قبلها، فإننا في الهمزة المتطرفة ننظر فقط إلى الحركة التي قبل الهمزة، لا يهمك ما هي حركة الهمزة. يقرأ، يقرأ، هنا كاين ضمة، ولكن مع ذلك لا تهمك حركة الهمزة المتطرفة، انظر فقط إلى ما قبلها وستلاحظ بأن ما قبلها هو الفتحة. ما دام أن قبلها الفتحة اكتب سيدي الهمزة على الألف، لا تنظر إلى حركة الهمزة المتطرفة. عرفتي علاش؟ أتدري لماذا؟ لأن في العربية ننتهي بسكون، يمكنك أن تقول يقرأ، يقرأ، والسكون أضعف من الفتحة. إذا أردت أن تطبق قاعدة الهمزة المتوسطة، السكون أضعف من الفتحة، ولذلك كتبت الهمزة على الألف المناسب للفتحة. هنا تكافؤ، لا يهمك حركة الهمزة، انظر فقط إلى الحركة التي قبلها، الضمة، ما الذي يناسب الضمة؟ الواو. هنا شاطئ، الحركة التي قبل الهمزة هي الكسرة، الحرف الذي يناسب الكسرة هو الياء، لذلك كتبت على الياء. فالمقصود انظر فقط إلى الحركة التي قبل الهمزة، ولا يهمك أو لا تهمك حركة يعني الهمزة المتطرف، لأننا في العربية ننتهي بسكون، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، لم يولد، دائما ننتهي بسكون. حتى هنا ممكن تنتهي بسكون، قل يقرأ، تكافؤ. وإذا كانت هذه الهمزة هذه الهمزة المتطرفة منتهية بسكون، افتراضا أنت تفترض بأنها منتهية بسكون، فإن الحركة التي قبلها تكون دائما هي الأقوى. إذا نظرت إلى جاء تلاحظ بأنها مسبوقة بسكون، هذا سكون ميت، وإذا سبقت الهمزة بسكون ميت أو سكون حي فإنها تكتب دائما على السطر، حال
إنشاء أو بدء. شوف، إنشاء راه مسبوقة بسكون ميت، لذلك كتبت على السطر. بدء ما دام أنها مسبوقة بالسكون كتبت على السطر، وهكذا. طيب، إذا نظرت إلى كلمة تبوء هذه، الأصل في تبوء هذه التي أمامك، تبوء كتلاحظ بأن الواو عليها شدة، بمعنى أنها مضاعفة. بحال مثلا كسر، كسر أصلها إذا فككت الإدغام كسر، كسر، هذه هي هذه، يعني أن هذا الحرف المشدد هو في حقيقته سكون وحركة. ولو مشيتي كلمة تبوء ماذا ستجد؟ ستجد تا ب و و ان ت بو و ان او تبوء كما تشاء، تبوء. القاعدة ماذا تقول؟ تقول لك انظر إلى حركة، الحركة التي تسبق الهمزة، الهمزة المتطرفة. ما الحركة التي تسبق الهمزة؟ إنها الواو، إنها الضمة. إذا اكتب الهمزة على الواو، نكتبوها على الواو. هاو، هذه هي القاعدة، لأن القاعدة تقول لي الهمزة المتطرفة تكتب على الحرف المناسب للحركة التي قبل الهمزة، والحركة التي قبل الهمزة هي الضمة، والحرف المناسب لها هو الواو. إذا هكذا يجب أن تكتب الهمزة المتطرفة في كلمة تبوء. ولكن بالنظر مرة أخرى إلى هذه اللفظة ستلاحظ بأنها مستثقلة إملائيا، لا يمكن أن أكتب الواو الأول والواو الثاني والواو الثالث، فيها نوع من يعني من الغلظة في الكتابة، شيء لا يستقيم. ولذلك وضعنا وضعنا الكلمة على شكل تاب و، وضغمنا الواوين معا فأصبحت تبوء، هكذا. فهي أحلى في النظرة وأجمل في الكتابة من تبوء بثلاثة واوات، ها، كثيرة جدا. انتقلنا الآن إلى العنوان الثاني اللي هو كتابة التاء، وهذه بسيطة جدا لن نقف عندها كثيرا. تلاحظ بأن يعني المجموعة الأولى، نحن مرة أخرى أمام مجموعتين، المجموعة الأولى والثانية، والسبب واضح، أن المجموعة الأولى فيها التاء مبسوطة في حين أن المجموعة الثانية التاء مربوطة. ما السبب في ذلك؟ السبب بسيط، وهو أننا عندما نكون أمام كلمة تنتهي بتاء وهذه التاء مسبوقة بسكون، فإن التاء تكتب مبسوطة هكذا ببساطة. بيت، بنت، بنت، كاين عندنا سكون، التاء مسبوقة بسكون تكتب التاء مبسوطة. زيت، التاء تكتب مبسوطة ما دام أنها مسبوقة بماذا؟ ما دام أنها مسبوقة بسكون. المثال الثاني، مناسبات، هذه أبسط من الأولى. دائما عندما تكون أمام جمع مؤنث سالم فإن التاء تكون مبسوطة. معلمة، معلمات. مدرسة، لا هذه مدارس. بنت، بنات. ممرضة، ممرضات. مدرسة، مدرسات. تلميذة، تلميذات. دائما عندما نكون أمام جمع مؤنث سالم فإننا نكتب التاء مبسوطة. في الفعل، كانت، دائما في الفعل التاء تأتي مبسوطة. كتبت، ما يمكنش تكتب كتبت والتاء مربوطة. علاش؟ لأنها جاءت في الفعل. فكرت، نمت، هذه كلها أفعال. استرحت، شرحت الدرس، تلقيت الدرس، تلقيت. لاحظ، دائما عندما تأتي التاء في الفعل تكون مبسوطة، قاعدة. إذا عندما تكون التاء مسبوقة بسكون تكتب مبسوطة. إذا كان جمع مؤنث سالم، معلمات، مناسبات، أمهات إلى آخره، فإنها تكتب مبسوطة. وعندما تكون في الفعل، ذهبت، فكرت إلى آخره، سافرت، هنا كتبت التاء مربوطة. في المجموعة الثانية كتبت مربوطة. لماذا؟ ليس فقط لأنها دالة على مؤنث، فاطمة، عائشة، خديجة، لا، لأنها مسبوقة بفتحة. التاء مسبوقة بفتحة تكتب ماذا؟ تكتب مربوطة.
إذا كانت التاء مسبوقة بفتحة فإنها تكتب مربوطة، فاطمة فتحة قبل التاء، خديجة خديجة الفتحة قبل التاء، إذن تكتب شجرة شجرة، تكتب مدرسة تكتب مربوطة، تلميذة نفس الشكل. دائما عندما تكون التاء مسبوقة بفتحة فإنها تكتب مربوطة، قاعدة. ولا يهمك هنا مثلا حمزة، حمزة مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بفتحة، توضع لها التاء مربوطة، ولا تقل لا إن حمزة مذكر والتاء تاء تأنيث، يجب أن تكتب دائما مربوطة في التأنيث. لا، لا يهمك ما إذا كان المسمى مذكر أو مؤنث، لا يهمك هذا. عنترة هذا رجل قوي، ولكن مع ذلك توضع له التاء المربوطة. لماذا؟ لأننا نحن لا يهمنا المسمى ما إذا كان مذكرا أو مؤنثا، نحن يهمنا اللفظ في حد ذاته، مسبوق بماذا؟ مسبوق بفتحة، توضع التاء مربوطة. هذه الترسيمة تبسط أمامك الأمثلة. تكتب التاء مبسوطة في ثلاث حالات. الحالة الأولى الاسم بعد سكون، تكتب التاء مبسوطة في الاسم بعد سكون، بيت زيت نفس الشكل، صيت صيت يعني شهرة، فلان له صيت واسع شهرة. ولاحظ بأن صيت ماشي صيت صيت، لا صيت، بمعنى أننا أمام ياء تمثل ماذا؟ سكون ميت. عندك زيت سكون حي، وعندك صيت سكون ميت، فكذلك تكتب هنا التاء مبسوطة. جمع المؤنث السالم معلمات أمهات تلميذات، والمرتبطة بالفعل قرأت، لاحظ بأن التاء مبسوطة، كتبت التاء مبسوطة، سامحت التاء مبسوطة، فعندما تأتي التاء مرتبطة بالفعل فإنها تكتب مبسوطة كما هو ظاهر أمامك على السبورة. في هذه الترسيمة أمامك، ها هي في إطار يعني أخضر، تكتب التاء مربوطة متى؟ إذا وقعت بعد فتحتين، إذا وقعت بعد فتحة، مثال اللي عطينا قبيلة، فاطمة، فراشة، شجرة، مدرسة، يعني مسبوقة بفتحة. إذا وقعت بعد فتحتين فإنها تكتب مربوطة. ثم إذا صح نطقها هاء، صح نطقها هاء، تكتب كذلك مربوطة. بحال إيش؟ بحال مثلا عندما أقول محامي، محامي. المعلم يتعاطى مهنة ماذا؟ يتعاطى مهنة التعليم. المدرس يتعاطى مهنة التدريس. المحامي يتعاطى مهنة ماذا؟ يتعاطى مهنة المحاماة. المحاماة. هذا التاء كيفاش كتكتب؟ أنا قلت لك يعني يجب أن تكون مسبوقة بفتحة لكي تنطق، لكي تكتب مربوطة. هنا ما مسبوقة شيء بفتحة، محاماة مسبوقة بسكون ميت، ولكن هل يصح نطقها هاء؟ هل يمكن أن تقول محاماة فلان يتعاطى المحاماة، فلان أو مجموعة من الرجال، هم مجموعة من الرعاة، مجموعة من ماذا؟ مجموعة من الرعاة، الرعي، رعاة، يمكن أن تنطقها هاء، فإذا صح نطقها هاء تكتب مسبوقة بسكون ميت، تماما كما صيت، صيت مسبوقة بسكون ميت، ولكن صيت هذه هل يمكن أن تنطق التاء هاء؟ هل يمكن أن تقول صيه صيه؟ لا يمكن بتاتا، ولذلك تكتب التاء مبسوطة لأنه لا يصح نطقها هاء. في حين هنا قضاه، قضاه، قاضي وقاضي وقاضي، قضاه، قضاة، ولكن يمكن أن أنطقها هاء، قضاة صحيحة، ماشي بحال صيه، لا يمكن. فإذا التاء المربوطة تكتب مربوطة إذا وقعت بعد فتحة بحال فاطمة، وتكتب مربوطة إذا صح نطقها هاء بحال محاماة، رعاة، قضاة، إلى آخره إلى آخره. بالنسبة لعلامات الترقيم،
نقصد بها يعني النقطة والفاصلة وعلامة استفهام، علامة تعجب، هذه الأشياء أعتقد بأنها معروفة عندكم وهي المتداولة. لن نتطرق إلى كل علامات الترقيم، ولكن يهمنا بالأخص بعض العلامات التي لها وظيفة في تدقيق المعنى. منها مثلا أن تضع علامة استفهام إذا قد طرحت سؤالا معينا في كتابتك، وأنت تكتب يعني طرحت سؤالا معينا لابد أن تضع في نهاية الجملة علامة استفهام، هذه معروفة عندك. علامة تعجب لا نضعها فقط من أجل أن نتعجب، لا، نضع علامة تعجب كذلك نعبر عن فرحتنا، ونعبر كذلك عن يعني عن دهشتنا. يمكن أن نستعمل تعجب حتى بالنسبة للفرح للدلالة على الفرح. 3 نقاط هذه تستعمل عادة للحذف، علامة استفهام، علامة تعجب، 3 نقاط للدلالة على أنك لم تنهي كلامك. وضح فكرتك ثم ضع هذه النقاط كدلالة على أنه بإمكاني أن أضيف أدلة أخرى وأضيف توضيحات أخرى. ماذا بقي؟ عندما تأتي كذلك بكلام من شخص آخر أو استشهاد معين تستعمل هذه العلامة وتأتي بآية قرآنية أو حديث نبوي مثلا كما هو بنصه تحافظ عليه كما هو. أعتقد بأن هذه أهم ما يجب أن وتبقى هناك علامات أخرى تبقى هناك علامات أخرى نناقشها عندما نكون في الفصل، أو اطرح سؤالا في التعليق ويكون موضوع نقاش بيننا. أحييكم جميعا، إلى اللقاء.